هي عامله طلب نقل من سوهاج لاسكندريه، وتقريبا بتدعي ربنا وبتشوف رؤى كتير. فالحلم ده قالته لحد قبل كده وفسره لها، هي يعني مش عارفه ان هي قاعده مع والدتها، ووالدتها حطت اكل لشخص ما اسمه حماده. وبعدين والدتها نادت على اختها المتوفاه وقالت لها يا ابتسام هاتي جلابيه جديده. فاختها المتوفاه جابت لاختها جلابيه لونها ليموني جديده وهي لبستها. طيب الاكل رزق، كل انواع الاكل رزق، وانا بقول من منبر الحقيقه، الفاكهه رزق والطعام رزق. شفت سيدنا يوسف لما حب لما فسر الرؤيا للي في السجن، قال لا ياتيكما طعام ايه؟ ترزقانه. لا ياتيكما طعام ايه؟ ترزقانه. ترزقان. وسيدنا ابراهيم وارزق اهله من الايه؟ من الثمرات. يبقى الفاكهه ايه؟ رزق. وبعدين سيدنا زكريا يخش عند ستنا مريم، انا بس كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.